مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره. تبدا ما تعرف جريتش انا اقول اوين الحارس ما عارفه مال المانيا اسمه حسين البركان. شوف مكتوب اسمي، شوف تحت فوق، شفت ليش لاني انا اللي مسوي الفريق. شفت كاتبين اسمي ولا لا؟ فله صح؟ يلا يلا خلنا نستوك الحين. الكرة ملعوبة من مسافة، لمسة بينية، ولا يزال يحاول يستمر في التقدم إلى الأمام. يا سلام يا جيرت فولر، جيرت فولر يسجل الهدف الاول. خلاص ما نفتح الكوره غير صدقني. هدوء لاعب الشباك بدون تردد. هلا لعبت فيه بيس وفورتنايت بعد ما نفع شو حق روكت ليج بس حق بس شفت انزين هذه الغرابه اصلا والله العظيم مرخي احسن من يغير اتجاه اللاعب على الدفاع. غش يا علوي، غش 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 علوي علوي. جيرد مولر تعرفه ولا لا؟ اعرفه اي. وين يلعب؟ المانيا. لا فريق برشلونة. المشكلة المانيا ما في غير فريق واحد. اكيد بتجيبه صح. لا حلو يعرف المهاجم. راس حربة حتى ما يركض. اكيد شنو اللي ما يركض؟ بطيء كسر. دخل. اعرفه. شعبتي نفس الشيء. شوف اليوم ذاك اخر مره ليش ما لعب؟ يكلمني انا يهاوشني تخيل. يا اخي جو الله مبارك تسامح. تمريره بينيه، الكره ملعوبه الى باولو فان باستن. شنو خسران انت؟ خسران ما تكلمني. انا فايز هالجول فوز، جول فوز كانوا الريال ما يعرفون والله. انا كله اسويها فيهم انا وعزوز مستانسين، هم ما يعرفون. تصور علمني عليها انا صح؟ الحكم يطلق صافرته لكن اعلم اللي يستاهلون لانك تستاهل. شفت؟ لا تزعل علي الحين. شنو؟ شنو؟ ولا عيالي ليش؟ شوف 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 ها كره مو عندك. اديني هاي زين. لوين زاقي؟ شنو؟ زاقي شوف الاستلهام. شوف اي نهاية استعليك ريمات ريمات بنروح ديرتس تعال لا Are you not entertained?